الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحنك برينا سبحانه وتعالى بما هاد إسكاله مؤتمر كان نوقب قبلي همتنا وحبضا أنك كلفا إذي سني سند والبنى إن شاء الله تعالى مؤتمر نوعانا أيو مسجد التقوى أما بوسن إسلاميك سنتر أوليك دونا وحبان اللغو كلفا إذي سن مؤتمر كا عاونا مؤتمر كان إنتانو النوغو حرين يهي ضدكي كسو قيب قلي أبياشي هو يوينكي أولادي لدلي ضدكي مرتدها كلي وسلاميهن وحنا نكون ختم يا إلهي سنة خدم بها النوع عافمات قبلنا هن الجارسيو حتى نوحنا نكون سودوينا يا شي عبد الرزاق حاشي نور أو يسووا مسافرين تي يسووا كهري انتو دي ملا فوق فوقتمي إنو الدعاء ديسا ما ترى نو دعيو سي أن متقنا إلهي سبحانه وتعالى ونور ما يشتردنا هي نورا وبالله توفيق بسم الله إخواني قبل هذا البرنامج كان إلهي بأمبرينا الله تبارك وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرضى المسلمين جميعا آمين إلهي وحن كبري يا مقعيدي سوى ونعكسان يا سفوي كيسا أنا وكبري يا إنه قف كستوء مريضة وجرن إنه إلهي عافية آمين قبلها ولا لها وهو يوينك وإنت عروت البدو تاغن عروت كحنسنت إلهي عافية إلهي وحن كبري يا إنه عروت أصلمان تود جرن إنه إلهي عافية والد كجرن إنه إلهي عافية كو اسم تالذي يا إلهي إنه عافية دقدق إنه إلهي سوء إلهي وحن كبري إنه بأسماء الحسنى وصفاته العليا كو أرضيدا إنه إلهي علمك إلهي أفوذي أرضيدا قرآن كإنه إلهي قرآن كأفوذي أرضيدا مسجد التقوى يا قرآن كبرتي يا قرآن كحفظي قرآن كالله كسوء قرآن كمستقبل كذا الله كسوء إلهي هكد لا الله أنا كنا وليه ما أنت قيامنا الله كسوس عرب أنت قرآن كبرنا السنة قوة يجا كلا قرآن كنا ما يوم كل قوة سنة الله نتصو إلهي هو يكست أو عنق هذا نب كلام رئيس أو قرآن ككل دارس إلهي هو فضي إلهي هو حنكبرنا إن القرآن كأفضي هو ينكس إلهي هو أي قرآن كأربان وكلام كجعيل أو قوان إلهي قرآن كأفضي إلهي وحن كبرنا تبارك وتعالى ضدك هويين كوا عروت كه الله ذا إلهي إنه وها جاجيو كوا حبسية ذا كجرا إلهي حبسية ذا كسو داعي إلهي وحن كبر يا عروت حبسية ذا كجرا إلهي إنه كسو داعي ويل الآن قرنا إن حبسية ذا كجرا وعروت إن إله حبسية الله كسو داعي كوا رمي وجدك كل عدي الله سو توسي اللهم اهدي شبابنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين إلهي وحن كبرنا إنه عروتها هجاجيو وإلهي هنونيو ووالد كسو عليو ووالد كود إلهي أوسو عليو ووالد كود إلهي القبوس وغنبو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبهم على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبهم إلى دينك يا أرحم الراحمين إلهي وحن كبرنا بأسماء الحسنى وصفاته العليا تتكي وحصد قيستي وولا لها أمساتك وحكو بحصد قضي إلهي مكعبر مال كود إلهي إنه مبركيو قفل بدنت أوليها إلهي إنه أكده قبله يويلشي يهويوينك يمعلمينتي كشقيني سمؤتمر كان إلهي أجر كود هولا اللعب إلهي أجر كود هولا اللعب قفك عن تكرين أي أضرب كجرا إلهي وحن كبر يعني جهنم النار تكجب الداعي جنة إلهي أكوجيو كوا قبوا جنب نان كتاعن وويلش أو أنت شقينا قبلها له إلهي وحن كبر يعني النار تكليل كذا يقبوا كذا بكجب الداعي وجنة إلهي أكوجيو إلهي وحن كبر هنا ما أنت كوي دي سنة هنا جمع المباركة قبلها يويلش طلني يا رضا هم مسلمين تأجور حلال إلهه سي إلهه جور حلال سي إلهه كوا جور سدي وعروت طلعي عروت ولا باريال وقدي إلهه كوا جور سدي وأن أولاد لهين أولاد باريال إلهه سي
إلهي أولاد القبوس يا أولاد باريال إلهوسي إلهي أولاد باريال أسي إلهي أولاد باريال كوأرزو إلهي وحان كبري نعدد ولا على وحاجر إلا شل وراك صوق رنية وصدق وبحسن يا إلهي أولاد حلال إلهي أسي وبارينا أن شيخ يوسف بعد إشي جي تضبطن أول على كم إذا الدعاء خاص عطسنا يا وأكم ذيهن جبر شلينا العكس على قصته ما موين كي رتق وكم إذا وتري ويل با ايغبو ما ويل كان الله اسوتوسي ويل كان الله وهاجاجي ويل كان الله وهاجاجي غبر غبنها كميدا هداي اله اللي سوحي تري ويل دان يردي كميدا او اغون اهاب حبسي كوجيره الى حبسي كاسو صار الى حبسي كاسو صار الى حبسي كاسو صارو غبر حنون ستيب اجره مسخخده او ريركوده كعرته الهي مسخخيده هو سوعليه الهي بو فسكا كاسارو الهي ولولكا كاسارو إله وحنا كابن يا غير كود يضع عفما قبته أسوع علي إله وحبر شرد أسوع علي إله كوه وحبر شرد وبرنا إله وكسب الشيخ يوسف بقى حسوسين دون إن شاء الله تعالى دعوين ككلا مركب قف كست دعاء خاص قال الدعاء دي سأل الله وأقبل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبر الحين جبت صلاة ستين من غرت إبعاد سنة يا الله قبر وحاج جرت هو يريد أي ترك قبرنا وحاج قبرتي وحيا الله في عينين الله عناء مخدرات كأمتراكس وحيا لمت كأ إلهي وحنا كبري يا قبرنا سكنوا غير كود إلهي أسوه هجاجي إلهي وحنا كبري التوحيد كأنه إلهي قصصه ودين تذ إلهي أسوه عليه ووحيا بس إلهي وكم ذوبي إلهي وحيا بس كم ذوبي إلهي الدعاء أذى أقبل الدعاء أنا أقبل دت كان مشفر إلهه قدام بداف إلهه يو نودم بداف إلهه نودم بداف إلهه يو نبركة خبرك لو حاجة إذا نويل وسيق دكتور هي راح نمسكينها هاي وإذا أشوف قبر بعد نويل دوس إلى دوس إلى تكحن سين إلهه ولك عافية إلهه عافية إلهه أولاد نود عين الله إلهه عافية إلهه عافية ما تسيع يقدر ولك الله عافية جمعنا الله نودم بداف علم ذا إن الله نبركة والدين تان الله نحرسته هو يوين كان الدنب بدا الله دافو أبياش الدنب بدا الله دافو مساجد كالله نو بركي مساجد خير قوى وأن كدقنو بركيسان أو واسع إلهي هالنصيب إلهي هالنوفو ذي إلهي مساجد واسع وأن كوكو عابدان إلهي نوفو ذي إلهي وخير بسطن مساجد واسع وكوكو عابدان وذكريا كحسان وكو جمعان وعرورتو ذي وحكوبران إلهي أوفو ذي هذا قادره إلهو هذا رحمي رحيم يا نحريس هذا يا بركات كاجا يا فضل كاجا يا من كاجا ما أنت يا رزق كاجا إلهو نوسو دج إلهو وحي ما أنت بركاته القيبين يسوح أقو قيمة هذا النقصي وحي شرقه سود كان إلهو نجار مري أنا يا أولاد دني أهل كنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاهم الله خيرا علماء الدعيسي إلهي سبحانه وتعالى دل يرد القرآن كذا ميسين إلهي سبحانه وتعالى القرآن كه كحفظيه برنامجك وحرنا إن أنت أنا حرين وحلقو مرتي لقو حلو وحول بوح أو ناكسن كلامك الله وحكسو دوينا يا شيخ مهدي سو آيات القرآن ككمدة وأفشل إنه قصو حرام وتمكينا ولا تفضل شيخي مشكورا مأجورا حقا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن
الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا قال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا